Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا حقيقة من اللحظة الأولى الحدث كان مفاجأة. السيول، تعرف السيول غير الأمطار اللي أنت تتنبأها من خلال الأنواء الجوية، فالسيول وعدم استيعاب بصير أكو فيضان. بعدين كثير من العامة ساكنين في أراضي هي السفاح للجبال أو مقاربة للأنهر، وهاي أخطاء، هاي طبعا ما يفكر فيضانات، لأنه أنت هنا سديت مجرى وبنيت عليه، أكيد المي وين راح يروح؟ راح يجي على المنطقة مالتك أو المنطقة المجاورة. هنا كان أكو حملة كبيرة من خلالنا ومن خلال ممثلي المحافظة ومن خلال الدولة، وحقيقة لبوا النداء، وإحنا مشكورين باسمنا وباسم أبناء عموم محافظة صلاح الدين. وصول الدولة مباشر والجيش الأبطال بكل أسمائهم، أيضا الحشد والشرطة والدفاع المدني والحشد العشائري، ما بالك العشائر. ولهذه اللحظة المحافظات الجنوبية تنقل مساعدات بكل أسماء المساعدات، سواء من العفش أو من المواد الغذائية أو مواد التدفئة، وهذا ديدا كل العراقيين. نتمنى من خلال هذا الحدث والأحداث اللي سبقته، وإن شاء الله ما تيجي أحداث أخرى، أنه إحنا نوحد الكلمة، يكون الولاء للبلد كي تنتهي هذه المأساة. لأننا يعني أعطينا الكثير بالأرواح وأيضا بالممتلكات والبنى التحتية، وكرر شكري وتقديري حقيقي لدولة الرئيس، لأنه في كل ساعة يتصل بنا وأيضا بحكومة المحافظة ومجلس المحافظة، وإحنا كانت ثقتنا عالية بالروح الوطنية اللي يحملها. أتمنى من المجلس النواب أيضا أنه يدعم هذا الرجل، وأنا أشكر أخوتي في مجلس النواب التصويت لقرارات تخدم شعب محافظة صلاح الدين وشعوب المحافظات الأخرى الوسط والجنوبية وأيضا نينوى، وشفتوا شلون وضع النازحين. نريد هاي الملفات تنتهي بوجود هذا البرلمان اللي أنا أعتبره يعني خل أقول متماسك، وبرلمان ذو صيحة جديدة من الوطنية. أتمنى أنه ينتهي ملف النازحين والمغيبين وأيضا المساجين، هذا ممتاز. يعني ما نحتاج مخيمات، معيبة بالعراق أن تكون أكو مخيمات، هذا راح نعمل عليه. واليوم عندنا جلسات كثيرة مع كل السياسيين وأيضا مع الدولة أنه يطوى هذا الملف، ما عدا من تلطخت أيديهم، وهذه مشكلة أنه أنت تخلطوا مع الشعب، بس راح تكون أكو آلية إن شاء الله. نتمنى أنه يرجعون وتمسح هذه الأفكار من خيالهم ومن مخهم، حتى يرجعوا بشر طبيعي يكون ولائهم أيضا للبلد، لأنه هذا فكر، والفكر هذا أجرم بالعراق والعراقيين بل بكل الدول. نحمد الله ونشكره أنه احنا كل عشائرنا كانت موجودة، وهذا شيء ممتاز. اليوم حضورنا للمنطقة وجدنا أن كل أطياف الشعب العراقي موجود، بحد ذاته هذا مكسب. يعني ما نريد أنه احنا دائما نصحح الأخطاء، وانت شفت المظاهرات بالجنوب بسبب الجفاف، فلازم يكون أكو تخطيط عالي. المنهاج الحكومي وجدت هذه النقاط، السدود وغيرها، وتخطيط عالي. نتمنى أنه احنا نباشر، وما تحتاج شيء كثير، أنه على الأقل أنت بدل ما يمرك جفاف وملوحة يكون عندك سدود، هذه السدود تقدر تغطي حاجة من السقي وأيضا للشرب. أي طبعا خزين، أعتقد الدولة راح تكون جادة، يعني لازم نستغل احنا هذا الموسم على الأقل، حتى نكون متحضرين لمواسم أخرى للسنين القادمة تكون أكو سدود. ها السدود مو هدفها تجويع أو أنه إحنا نجي نمنع المي من وصول المحافظات الجنوبية، لا بالعكس، هو خزين ينفع المحافظات الجنوبية قبل لا ينفع محافظاتنا، لأنه ما عندهم هم السلوب أو الأراضي اللي يستطيعون من خلالها أنه يعملوا على سدود. مكان ما سوي الدول اللي جاءت تستعطفنا بالمياه، هو بإحنا نستغل هذه بالأراضي الشمالية ونقدر نسوي سدود، هذه السدود راح تنفع كل الشعب العراقي. فأعتقد الدولة راح يكون لها حضور في هذه المناطق لإنشاء هذه السدود، وأدعو وزارة الموارد المائية وأيضا الزراعة أنه يتعاونون بهذا الخصوص، وحتى الوزارات الأخرى المعنية سواء الطرق والجسور والبلديات ومعها محافظاتنا المحلية. اليوم أغلب الصلاحيات نقلت
راح ينتهي هذا الملف خلال الأشهر القليلة القادمة بنقل الصلاحية، يكون أكو سلطة للمحافظة، لكن دون المركز لا شيء لهذه السلطة. أول يوم بالكارثة اللي صارت بالشرقاط احنا استنفرنا كل جهود المحافظة، وتم من خلال إنشاء إعادة فتح الجسر، تم إخلاء المتبقي من العوائل، وخلال فترة قليلة بدينا بإعادة البنى التحتية إلى المنطقة الحورية بالكامل ومنطقة الخضرانية جزء منها، أيضا مشاريع الماء اللي هي أيضا متضررة بدأ العمل بها، بدينا نستقبل المعونات وناشدنا الحكومة المحلية والمنظمات الدولية والحكومة المركزية، أيضا بدأت تصل وهيئنا أماكن للخزن وشكلنا لجان لتوزيعها، وطالبنا الحكومة المركزية بأكثر من مرة أو مرتين بأنه تخصص مبالغ طارئة لإعادة الحياة إلى منازل المواطنين اللي تعتبر هي الفقرة الأهم في كل هذا الموضوع. أيضا أخذنا إجراءات احترازية في حال وقوع السيول مرة أخرى، أخذنا يعني تجهيز أنابيب خاصة وتجهيز آليات تكون تحت المراقبة، كذلك استنفرنا كل الآليات الصاروخية والإطفائيات لعملية تنظيف منازل المواطنين. سيادة المحافظ، كيف تقيمون استجابة الحكومة المركزية لمطالبكم؟ نعم، نحن الآن ننتظر الاستجابة، لم وصل من الحكومة المركزية مساعدة الوزارات بالقضايا العينية والقضايا الطارئة من ناحية تقديم الطعام وتوفير الآليات وتوفير يعني المستلزمات الرئيسية، لكن احنا طالبنا وننتظر من دولة رئيس الوزراء، وعدنا خيرا بأنه اليوم راح تكون اكو قرارات إيجابية باتجاه يعني تسليم دفعات طارئة للمواطنين. الإجابة سريعة جدا من الحكومة، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، الوزارات الأخرى كلها كانت على تواصل معنا في هذه الأزمة. طيب، هذا الشق التنفيذي، لكن في التشريع طالبتم بإنشاء سدود وطالبتم بحماية الأهالي وبتشريع قوانين تخدم المواطنين. نعم، الحقيقة هذه دراسات معطلة، هي الدراسات اللي تخص المشاريع الاستراتيجية احنا راح نفعلها ونطالب بها، وحتى احنا مو فقط ان نكون نكون هنا موارد وسدود لكل العراق، خزانات نستفيد منها في صلاح الدين وخارج صلاح الدين. سيادة المحافظ، سؤال أخير، يعني كيف تقيمون الموقف الشعبي والوطني؟ يعني لاحظنا كثير من القوافل تأتي من الجنوب أيضا لمساعدة أهالي الشرقاط. نعم، هو هذا حال العراقيين في المحن، يعني تشوفهم كلهم موجودين من الجنوب ومن الشمال، كلها تريد تساهم في رفع معاناة عن المواطنين، فيعني هذا الموضوع يعني هو هذا أصل العراقيين وشأنهم. يعني احنا حقيقة من عرفنا أنه يعني بدت كارثة تحل بالمنطقة وخاصة قرية الحورية وجزء صغير من قرية الخضرانية، تدري هذا القرية هي صايرة قريبة على مجرى الوادي اللي هو وادي جرناف، هذا وادي طويل يعني ينبع تقريبا بروافد يعني تسيل بها مياه من جنوب سنجار، تصور يعني أكثر من 100 كيلومتر، يعني مرات احنا قبل الآن تدري ابن منطقة يعني ماكو مطر عندنا والوادي يجي بيه مي يعني. المهم، فأنا حقيقة من اتصلوا بي يعني أهل المنطقة أنه بدا فيضان، أنا قبل صدرت أوامر للجيش والشرطة الموجودين بالقضاء واللي أيضا الموجودين في مركز المحافظة، وبدأوا يتحركون، وأيضا الناس المدنيين الموجودين تدري هم هذه المنطقة هم أقارب بعضهم يعني، وبيناتهم علاقات تاريخية، وأكو موضوع الشيمة موجود عندهم، وبحيث أنه الإنسان يعني يجي بدون أن يصدر له أوامر هو يفزع ويقوم بالواجب، فصارت حملة مشتركة يعني بين الجيش والشرطة وحشد العشائر والمواطنين الموجودين، وكل من عنده مثلا عنده زورق، عنده مثلا معدة شفل أو ما شابه ذلك، عجلات اللوري هذا العالية اللي يعني تقدر مثل تدخل بالطرق اللي مغمورة، والحمد لله النتيجة كانت يعني إيجابية. انفقدوا عندنا تقريبا 7 أشخاص، لقينا منهم 6، تدري
اكو بيهم مثلا ما متوقع، تدري هاي المنطقة أنا يعني عمري أكثر من 60 سنة ما شفت هاي الحالة صارت عندنا بالمنطقة، فالناس ما متوقعة أنه يعني يجي سيل يوصل للبيوت، يعني ممكن أني في ظل وادي والمي يطفح مثلا يمين يسار مثل مسافة 10 أو 20 أو 50 حتى 50 متر، بس مال أنه يجي يغرق بيوت وبارتفاع مترين ومترين ونص هذه ما صايرة أبد، فقسم منهم ما متوقع فتفاجئ، فاللي صعد فوق البيت قدر يخلص نفسه، اللي مثلا راحوا مثلا بالأزقة والمي عالي وخاصة الصغار منهم أو كبار السن غرقوا، فالحمد لله يعني خلال ساعات مو أكثر من 6-7 ساعات احنا سيطرنا على الموقف وبدينا عاد بإجراءاتنا شوية شوية، المي أيضا بدأ منسوب ماله ينزل والحمد لله، الجسر اللي كان مقطوع أيضا عندنا هسه يعني مفتوح ذهابا وإيابا، وإن شاء الله بالمستقبل احنا يعني حكيت ويا السيد محافظ صلاح الدين قلت له احنا يرادنا ننشئ سداد على كتفي الوادي من الجبل والى حد مصب الوادي حتى نقدر مستقبلا نحافظ على هذه المناطق.